هذه هذاك الشي حلال بعد تزوج بيه بعد بل حبيناتهم صافي راه مشى هذاك الشي بعيد صافي تزوجو عاد هو وبرياتهم جابوا والديهم صافي هذه حلال اي واحد بغى يتزوج يتزوج هذه شتا هذاك النهار خارجية وهذاك الدري مشادين عادي شتا هذاك تزوج تلميذ اخويا عادي بلا راه بنادم اخويا كيبقى يكثر فيه شعوب اخرى خويا راه عندهم عادي حنا بنادم تخلف عقليا فهمتيني مشي فاش بغيت نوصل لك الميساج بنادم عنده عقل ما كاينش فهمتي راه كون جاي حنا عندنا هنا عادي راه استاذ في المدرسه ني تزوج بالتلميذه ديالو واش فهمتيني هما ما تقبلوهاش نظرا للاستاذه حاجه الاستاذه والتلميذ اللي كنعرفوا كيفاش دايره حنا ديال الاستاذ اش بحال كيقولوا اش اللي كيقولوا الدراري كيقولوا عندهم شي مشاكل ماشي مشاكل انا ما كنبقاش حتى عليا علوم انسانيه ما عمرك قريت عندها ولكن كنشوفها هي استاذه كيعاودوا عليها انها كتشرح مزيان كتقري مزيان ولكن ما كنعرفهاش عنقول بالنسبه لي شخصيتي وكتحمل مسؤوليتي هاد الفيلم تنقول انا مش تعجبنيش ولكن كتبقى حريه الشخصيه تكون مزيانه تكون خايبه داك الشيء ما عرفتش دابا عليك ما عادش كتعيش معاه باش نعرف علاش باش دير داك الشيء كنتي كتعمل انا ما كانش عندي معاه اما هي كوطي ديال اش كيدايره هي الله اعلم ما عرفتش واش مزيانه خايبه نكذبش انا ما عنديش انا كنسمعها في برا فهمتي كيجي شي واحد تقول لي راه كانت مع غراس ماشي حاجه تبعيني زعما ولا كونكريتيزيتها لا فهمتي ما نقدرش نقول لك شي حاجه كاينه رسميه زعما ما عمري عرفت عليها شي حاجه من غير هادشي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي